السلام عليكم. احنا مع واحد حسبي سوق قريعة تلاقينا معاهم اليوم. اليوم غنعرفوكم على اسم الكلاب. غنشوفو الاصدقاء ونقولو شي كلمة للجمهور. السلام عليكم خوات كيدايرين لاباس عليكم كلشي بخير. انا ولدي دابا كنا عندنا جوج بيشون يلاه بعناهم دابايا زوينين كنا ورينا لكم كل تبرعتوا ليا واحد داس واحد الحاجه واحد دا واحد السيد قال لي نبي البنت هادشي اللي كاين كل يبان دابا السوق شويه ناعس لحقاش العيد كبير كانوا الناس انتريسي بحوالها ولا شي مي دابا الحمد لله ابتداء السيمانه الجايه غادي يكون بزاف ديال العشره ان شاء الله هادشي اللي كاين نقول ما يحيى شي من الناس كاين ما يحيى نقول لك ما سلام السلام عليكم بعد الكلام تبارك الله عليكم الله يعاونكم الله يحفظك خويا الله يعاونكم دلال البلوغ خوتي السلام عليكم كما ديما سوق قريعة الكلاب احنا مع جراء الكانيكورس والله مبارك تبارك الله جراء جميلة بصحة جيدة الله مبارك ثلاثة الإناث ياك ثلاثة الإناث اخوتي تبارك الله شحال عندهم؟ سفيان شحال في السن ديالهم اخويا؟ شهرين وعشرين يوم عندهم شهرين وعشرين يوم اخوتي تبارك الله جراء جميلة بصحة جيدة اللهم بارك ثمن البيع ديالهم شحال اخويا؟ هانتوما اخويا شفتو يا خوتي هانتوما لا راس اللهم بارك يا سات زوين يا سات باينين اخوتي امن وقفة ديالهم لا راس يا سات حرين باين الزين باين الثمن خويا شحال؟ 3500 حنا كنا كنبيعو ب 4000 5000 ثمن البيع 3500 خويا جراء جميلة خوتي بصحة جيدة والدين بيديغري والدين بيديغري مهم بيديغري مهم بيديغري جبتوها واحد النهار كانت غتعضني هنايا كنصور معاك يتنقد عليا قبيحة ضافرة اللهم بارك اخوتي واحد الام عندهم بيديغري قبيحة شراسة اخوتي جدهم مولد دا تروازيام كلاس اوفر فليكسبو هاد العام جدهم مولد دا تروازيام فليكسبو ليلة حليت النمرة فهمتي صيفط لي ميساج راه لوح لي التصاور انتو اللي باغي يتواصل معاه يلوح لي التصاور ديال الام ديالهم الاب ديالهم الدراري راه هما معقولين اخوتي سلالة باينة سلالة باينة اخوتي تخليو الرقم الهاتف ديالكم وقول اخويا 06 58 58 19 35 40 35 40 خوتي ها هو الرقم صاحب جراء كاني كورسو جراء تبارك الله صحة جيدة اللهم بارك هانتم كلشي تشوفوا صوت وصورة خوتي ياس انت غدور غتصور في السوق لا لا عارف جبتوا خاطر بياسات جبتوا ما كنا رياس ياكل لا ترى مليح مليح والله ما نبغى المليح وانا اش كنجي عندكم على قبل المليح بانوا لي وانا نجي نجري تبارك الله خوتي انتم كلشي تشوفوا فيا خلا المليح اخوتي المليح لا راس الا ما كانش زين والله ما نبغى انت راه شهرين شهرين وكيف شهرون طاي تبارك شو قداش والله يا خويا شوف اللهم بارك ما تقيسش هزه تبارك الله تبارك الله اللهم بارك مطريطين فيرمي مطريطين اخوتي بيرني فيش كلشي ديال الحناش كلشي اخوتي خوتي الله يعاونكم الله يحفظكم خوتي الباقيين في السوق حنا مع الدوب والارجنتيني اللهم بارك انت ياك انت تبارك الله شحال في السن ديالها؟ السن ديالها 5 شهور اخوتي وانت بصحة جيدة تبارك الله هانتوما كلشي تشوفو غير الوقفة ديالها اللهم بارك ثمن البيع ديالها شحال اخويا؟ ثمن البيع 2200 ثمن هادي ديال شيو صغيور ثمن جرو صغير الغوز من فوق النيف الغوز ودنين غوز ودنين غوز كحل الدوكر شطا معروف النيف كحل والفوق منه غوز جنب العوينات توا غوز اللهم بارك ونقاطي غوز في ضروري الدوب الارجنتيني نقاط هذه حشوه ابيض اللهم بارك خلي رقم الهاتف ديالك اخويا 06 88 55 32 90 خوتي ها هو الرقم الصادق وانتو الدوب الارجنتيني كارنيت فاكسا كلشي خوتي مهلي فيها مولاها
مطريط يا ناضية. عندك مرحبا خاص حتى الله فيه مسكين. كيقول لك عطيني كلمه، عطيك كلمه باش غاتولي باش غاتسربوا. مسؤوليه. هادو يقول لك تعاون معايا ما عنديش هاني وهادي وهادي وهادي. انتم خوتي وانت الصحه جيده. مربي الكلاب وكضربوا تماره باش تطلعوا كلب. صحه جيده اللهم بارك. قرنطين ما عنديش مشكل. انتم كلشي كتشوفوا به صوت وصوت. القطيعه ديال الوندينات مقاده كلشي مقاده خوت. اللهم بارك والدريساج باقا تشد الدريساج باقا باقا تشد الدريساج خويا الله يعاونك الله يجيب التيسير خويا خوتي السلام عليكم مرحبا بكم في سوق قريعة للكلاب حنا اليوم مع شاو شاو اللهم بارك ذكر تبارك الله شحال قلتي عندو خويا عام ونص عندو ذكر الصحة جيدة اللهم بارك أسد تبارك الله عنده عام ونص ثمن البيع ديالو اخويا شحال ثمن البيع 3500 درهم تبارك الله عام ونص اللهم بارك ذكر صحة جيدة كارنيت فاكسان كلشي عنده كارنيت فاك ما عندوش كارنيت فاك ما عندوش كارنيت فاك بغا شي اهلي مولاه كارنيت فاك صح تخلي الرقم الهاتف ديالك اخويا ها قول اخويا 06 31 03 88 92 خوتي هو الرقم الصادق مول شاو شاو عدو عام ونص تبارك الله ذكر صحة جيدة اللهم بارك اللي عجبته البياسة يتواصل مع الصديق الصديق إنسان معقول أخوتي من وجهه كيبان ذكر اللهم بارك خويا الله يعاونك خويا الله يحفظك خوتي باقي في السوق قريعة للكلاب مع الدالماسية اللهم بارك أنت والابن ديالها كلاب الصيد والحراسة اللهم بارك وانت البيع اخويا ياك الوليد للبيع ذكر ياك وانت تاهو فومين اخويا شحال عندها في السن ديالها اخويا عندها 14 اخوتي تبارك الله ثمن البيع ديالها شحال ثمن البيع ديال شحال؟ ثمن البيع 3000 درهم اللهم بارك قبل المفاوضة اخوتي اللي بغا شي بياسة راه يتفاهم معاهم هانتوما شوفوا الأنثى الأم ديالهم اللهم بارك بياسات نقاية تبارك الله صحة جيدة هادي سلعتو هادي ما شاريها ما والو اخوتي قلت خلي رقم الهاتف ديالك اخويا التليفون ديالي 06 89 20 32 32 06 كان شي حاجة مرحبا خوتي المفاوضة دراري معقولين أول ولادة لا أول ولادة لا هذا عنده شهرين خوتي فاقصة ديالو كلشي فاقصة ديالو كلشي ديالو شهرين عنده شهرين خوتي أخطأت في الأول الأم ديالهم أخوتي تبارك الله الأم ديالهم أول ولدة أخوتي ديالها هي هادي تبارك الله كلاب الصيد دالماسيا هو يورينا الكارني ديالهم هو الطبيب اللي مفاكسيهم أخوتي كلشي عندو مهلي فيهم مولاهم أخوتي كلاب الصحة جيدة الأولى الثانية الثالثة هاي الثالثة هاي الثالثة أخوتي مهلي فيهم يعني اللهم بارك أخوتي كلاب الصحة جيدة تبارك الله
انسان معقول. الله يحفظك، الله يسهل عليك، الله يعاونكم اخوتي، الله يجيب لكم التيسير. خوتي مازالين في السوق مع انثى الفيرجي اللهم بارك، دا الصديق سامي الراعي الالماني اللهم بارك. شحال عندها بالنسبه شحال؟ 9 شهور. عندها 9 شهور اللهم بارك تبارك الله. انثى صحه جيده. سامي كيبيع الزين، كيبيع البيع الزوين اخوتي. ثمن البيع ديالها شحال؟ ثمن البيع ثمن 1500 درهم. كانت في العسه اخوتي الكلبه عساسه. حنا نخلي لكم رقم الهاتف اسفل الشاشه اخوتي ديال سامي. باقا سلعة اخرى كالبولدوغ مالينوا، باقا سلعة اخرى حنا نشوفوها اخوتي البولدوغ والمالينوا. فين هما في الحطم؟ حنا نمشيو ليهم اخوتي. نكملوا اخوتي الولاء مع سامي، حنا مع البولدوغ اللهم بارك تبارك الله الخير. البولدوغ شحال عنده خويا سامي؟ عنده شهرين. عنده شهرين. ثمن البيع ديالو؟ ثمن البيع ديالو 3000 درهم. ثمن البيع 3000 درهم. وكاين المالينوا اللهم بارك تبارك الله. وكانيكوسو. والمالينوا شحال عندها؟ شهرين ونص. عندها شهرين ونص تبارك الله. ثمن البيع؟ قول لي ثمن المالينوا. ثمن المالينوا؟ 700 درهم. وكاين الكانيكوسو الايطالي. نسوا. قريب. شحال الثمن ديالو؟ الثمن الكانيكوسو 3500. السن ديال رشيد عنده شهرين. وكاين الكانيش اللهم بارك. نسوا كانيش شحال عندها؟ عامين. ثمن البيع؟ شحال ثمن الكانيش؟ ثمن الكانيش 600 درهم. أين رقم الهاتف أسامي؟ سيتزو. إلى النوع؟ سيتزو. سيتزو. ماشي بيشو ماشي الوجه مقعص. الوجه مقعص أخوتي هذه. أين رقم الهاتف أسامي؟ 06 06 06 06 06 06 14 14. خوتي واحد الدريسور هو خويا ديال الكلاب. دريسي الكلاب هو واش حد يدريسي؟ تبان هو خوتي واحد الدريسور ديال الكلاب اللي بغى يدريسي. أكبر تاجر ديال الكلاب في حي محمدي الخوارة. الشرقاوي. هو سامي. هو سامي. هو سامي أخوتي. تحياتي سامي. الله يحفظك. هو معايا. هو صحيبنا ديما كيدور في القريعة. كساب كساب. هو صحيبنا. الزعيم ديال القريعة هو هذا. سلم سلم. حيدوا لي العرش ديالو كان كيريح عليه ديما. العرش حيدوه. حيدوه. حجومة. اخوتي الله يحفظك. وين السباج ديالنا انا وياك كله فين انا وياك بلاصه عندنا داعي الشعب نتعامل معاه. نتعامل معاه زدت لك الحال على الهرم زدت الشويشيات كثر من هذاك الشيء. ها هو البول كروب. الصديق سامي. صافي شي روتشي مالين واشي ستاب شي كانيكوسو. مرحبا مرحبا. كلشي كاين عند سامي اخوتي. بولدوغ مالين وا كانيكوسو كلشي اخوتي كلشي موجود. الله يعاونك خويا سامي. أين في السوق حنايا مع المالين اللهم بارك. الجرو ذكر تبارك الله. شحال عندو في السن ديالو؟ شهر. عندو شهير اخوتي تبارك. ثمن البيع ديالو شحال؟ 700. ثمن البيع 700 درهم. ذكر بصحة جيدة اللهم بارك. عنده شهر 700 درهم ثمن البيع ديالو. يا باري مستوب فيه. أنتم الخير تبارك الله. ذكر بصحة جيدة تبارك الله. خلي رقم الهاتف ديالك اخويا. 06 14 06 14 24 64 61. خوتي هو الرقم الصديق من المالينوا. علاش باش هاد البياسه يتواصل مع الصديق؟ كاين شي واحد ذكر عنده عام ونص. وعنده ذكر عام ونص. ديال ادريس. اتصلوا بالصديق يوريكم كل شيء اخوتي. هادو الواتساب يوريكم الذكر اللي عنده. دري تفاهم معاكم. ذكر بصحة جيدة اللهم بارك. خويا الله يعاونك. الله يحفظك.